المنطقة. شكرا يا رعد الرقاد. شكرا رعد، ومباشرة رح ننتقل لفقرتنا اللي رح نحكي فيها عن موضوع مهم وعم نكرره للمرة الثانية ببرنامجنا. أولا لأنه أمانة عمان اللي هي الجهة اللي رح تحكي عن هذا الموضوع، تحويل بعض الخدمات الإلكترونية أو الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات إلكترونية، مهتمة جدا أنها تتواصل مع المواطنين عبر وسائل إعلامية مختلفة ومنها برنامجنا والتلفزيون الأردني. ثانيا لأنه برضو الناس يعني عم نحسوا من تواصلهم، حتى إحنا معنا كتلفزيون أردني، أنه حابين يعرفوا أكثر، حابين يتعلموا أو يتعرفوا أكثر عن هذا الموضوع اللي هو تحويل الكثير من الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين إلى خدمات إلكترونية. اليوم وهذا الصباح بسرنا أن يكون معنا الأستاذ إبراهيم هاشم، المدير التنفيذي للإعلام في أمانة عمان. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. والأستاذ أيضا سلطان الخرابشة وهو مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان. يا صباح الخير، الخير. أنتوا يعني الدينامو الموضوع كله عندكم، صحيح، وأنتوا عم بتروجوا لهم. الله يعطيكم العافية وصباح الخير. يحيى الله. هلا قبل ما يعني نبلش بالموضوع، في معنا فيديو توضيحي احنا كنا عرضنا واحد منهم وانتم ثلاثه عاملين، حنشوفهم الاثنين اللي المتبقين وبعدين نرجع لحوارنا معاكم ان شاء الله. بنشوفهم مع بعض. تفضل. ابو سعيد عنده عماره عليها مسقفات وعنده قطعه ارض عليها ضريبه تحققات. يلا يا ابو سعيد على الدفع. لا 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 لا، مخالفه. الله يسامحك يا ابو سعيد، حكينا لك ما تصف هون. الله يعينك على هالمشاوير كلها. ابو سعيد ابو سعيد، قبل ما تروح تعال احكي لك هالشغله. هاي الخدمات كلها بتقدر تسويها من بيتك وخلال دقائق من موقع أمانة عمان الإلكتروني www.amman.gov. تعال احكي لك كيف. أول إشي اعمل اشتراك بالموقع وعبي البيانات المطلوبة، وبعدين اعمل تسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور. اختار الخدمة من القائمة، مخالفات السير أو ضريبة الأبنية والمسقفات أو تحققات أرض. أدخل البيانات المطلوبة والموضحة في صفحة كل خدمة، والآن رح تحصل على رقم الدفع الإلكتروني. احفظ هالرقم لأنه من خلاله بتقدر تدفع هاي الخدمات من بيتك أونلاين، خدمة إي فواتيركم من خلال صفحة حسابك البنكي أو موقع إي فواتيركم. وبإمكانك كمان تدفع عن طريق قنوات الدفع الأخرى المتنوعة، جميع بنوك المملكة، مكاتب البريد، محلات الصراف المعتمدة، نقاط البيع في سيفوي وكارفور وأكشاك إي فواتيركم. كيفنا معك يا أبو السعيد؟ مع خدمات الأمان الإلكترونية وإي فواتيركم لا تشيل هم. يعني إذا فيديو توضيحي وبمعلومات دقيقة يعني تفاصيل حتى. أستاذ سلطان، بداية معك أنت، وبهذا الفيديو شفنا مثلا تعليمات حول كيفية إنشاء الحساب وكل خطوة بخطوة، يعني هل لك أن من خلال برنامجنا أيضا أنك تدل الناس أيضا أكثر على موضوع كيفية إنشاء حساب عبر موقع الأمانة وإتمام الخدمات الإلكترونية من فضلك؟ نعم صحيح. بداية صباح الخير ستي، وزي ما شرح الفيديو أطلقت أمانة عمان الكبرى عدة خدمات إلكترونية. راح نركز احنا اليوم على الثلاث خدمات اللي راح تكون الزاميه تقديمها الكترونيا اعتبارا من 1/1، اللي هي تجديد رخص المهن بالاضافه الى دفع مخالفات السير ودفع ضريبه الابنيه والاراضي. يتم دخول المواطن من خلال موقع امانه عمان الكبرى amman.gov او من خلال البوابه الحكوميه، لانه جميع خدماتنا معكوسه ايضا على البوابه الحكوميه اللي هي jordan.gov.gov. بامكان المواطن انه يستخدم هاي الخدمه. بدايه بيتم انشاء بروفايل للمواطن، ادخال املاكه، عقاراته، سياراته عليها، ومن خلال بيتم متابعه الخدمه. طبعا مش كل الاملاك نازله على البروفايل، بامكان المواطن يضيف العقار اللي بده يتم دفع الضريبه عنه. بعد ما ينشئ الحساب بيتم الادخال على العقار نفسه من خلال رقم الدفع الالكتروني، باخذ دفع الرقم الالكتروني اما من خلال البنك الخاص به او من خلال اي فواتيركم من اكثر من بنك. هلا طبعا زي ما بتعرفي حضرتك مش كل المواطنين عندهم حسابات بنكيه. لا طبعا. تم انشاء محطات الكترونيه بامانه عمان الكبرى موزعه كافه مناطقها، بدايه لتعليم المواطنين على كيفيه استخدام الخدمه بالاضافه الى ارشادهم وعمليه كيف الدفع فيهم حتى بالكاش من خلال نقاط الخدمات المحطات الالكترونيه. بالاضافه زي ما انعرض بالفيديو، جميع اي وكيل لمدفوعاتكم كان يستقبل الخدمه. بالمناسبة احنا لما تم انشاء المحطات الالكترونية ليست فقط لأمانة عمان الكبرى، لجميع الخدمات الحكومية. بالمقابل تم انشاء محطات الكترونية من باقي المؤسسات يمكن انه يقدم المواطن الخدمة فيها حتى لأمانة عمان الكبرى، زي وزارة العدل او دائرة الاراضي والمساحة. وهنا يعني هي عبارة اذا عن شبكة احنا بنقول متكاملة فيها خدمات قد تتقاطع يعني بشكل او باخر.
أكيد جميع الخدمات متكاملة، وهون كان الأساس من اختيار الخدمات مع المؤسسات الأخرى أنه يكون خدمات متكاملة. بتعرف يعني الهدف منها التسهيل على المواطن. بالتأكيد التسهيل على المواطن أنه كيف يحصل خدمته بيصل سهولة. طيب رح أرجع لك بمزيد من التفاصيل، بس الأستاذ إبراهيم هاشم أنتوا كدائرة إعلام في أمانة عمان مهتمين جدا أنه توصلوا هاي المعلومة تحديدا، ليش هالاهتمام الكتير كبير بهذا الموضوع؟ يعني ما هو هدفه مبرره؟ لأنه أنتوا عاملين حملة كتير كبيرة وعم تحاولوا تتواصلوا مع شتى وسائل الإعلام بشكل مستمر بهاي الفترة. صحيح ستي، بصبح عليك وعلى الأخوة الجمهور المشاهدين. أكيد يعني أمانة عمان دائما بتقوم بحملات ترويجية سواء لخدماتها أو لفعالياتها أو حتى لأي فعاليات مهمة أو رئيسية فيها، ومن ضمنها خدمات الإلكترونية. حقيقة أهمية هاي الخدمات إنه الأمانة كما باقي مؤسسات ودوائر الحكومية تتجه لأتمتة هاي الخدمات، وهذا أكيد يعني موضوع حتى يدار على مستويات عليا سواء في الأمانة أو في الدولة الأردنية. فحتى إنه نوصل المعلومة الدقيقة الصحيحة للمواطن، تم وضمن خطة منهجية إعلامية محددة أطلقت في شهر 9 من العام الحالي. هاي الخطة الإعلامية اللي تستخدم الأدوات الإعلامية المختلفة وبهدف إيصال الرسائل للمواطنين بدقة ووضوح، وعدم حدوث أي ارتباك في بداية العام زي ما ذكر زميلي، خاصة أنه في بعض الخدمات الثلاثة اللي ذكرها راح تتوقف ورقيا، راح تكون فقط إلكترونيا. الفكرة كمان المهمة أنه إذا إحنا كنا عم نحكي عن خيارين بواحد واحد، عم نحكي عن خيار واحد فقط خلص. عشان هيك أنتوا كمان كثير مهتمين توصلوها بالطريقة الصحيحة وبالوقت المناسب. صحيح، فلها السبب إحنا عملنا الخطة الإعلامية على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي أطلقناها في شهر 9 وكانت تتضمن لوحات مترين في 3 متر، وزعناها في مختلف ميادين وشوارع أمانة المدينة عمان، وأيضا الانفوغرافيكس الفيديوهات التعريفية القصيرة اللي تم بثها سواء من خلال المحطة التلفزيونية أو اليوتيوب، أيضا رسائل SMS حوالي 600 ألف رسالة عفوا، تم طباعة بروشور بعدد 500 ألف بروشور توضيحي للمواطنين الكرام، وأيضا استغلينا الوسائل الحديثة السوشيال ميديا في إيصال هاي الرسائل، وحاولنا يعني الإعلان بالصحف المحلية وحتى اللقاءات اللي التلفزيونية والإذاعية. هذا كثير مهم، وانت بجوز ذكرت كمان الفيديوهات هاي اللي المنتجة يعني التوضيحية، احنا اخذنا واحد منهم، خلونا ناخذ كمان واحد، نرجع للأستاذ سلطان الخرابشي حتى نعرف تفاصيل اكثر. من أمانة عمان فبالتأكيد سيخطر ببالك هذا، وذلك بالفعل مهمة صعبة، لكن هذا كله الآن أصبح من الماضي. الآن تم إطلاق خدمات أمانة عمان إلكترونياً ومن حاسوبك الشخصي من خلال موقع أمانة عمان www.amman.jo. نعم، أصبحت إلكترونية. تجديد رخصة مهن ولوحة إعلانية، الاستعلام عن مخالفات السير ودفعها إلكترونياً، الاستعلام عن ضريبة الأبنية والمسقفات ودفعها إلكترونياً، الاستعلام عن تحققات أرض ودفعها إلكترونياً، طلب الاعتراض على قيمة التخمين، طلب صيانة أو استبدال إنارة، طلب تقليم أشجار، طلب وضع حاوية، تقديم شكوى. وهناك المزيد من الخدمات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها تباعاً، وبإمكانك تسديد جميع الرسوم من خلال خدمة إيفواتيركوم بإشراف البنك المركزي الأردني وفي جميع قنوات الدفع، جميع بنوك المملكة، مكاتب البريد، محلات الصرافة المعتمدة، صناديق سيفوي وكارفور وأكشاك إيفواتيركوم، أو من خلال صفحة حسابك البنكي أو موقع إيفواتيركوم. الآن نم مرتاح البال، فمع الخدمات الإلكترونية وإيفواتيركوم لم يعد هناك كوابيس. أمانة عمان الكبرى، نحو مدينة ذكية.
نعم مرتاح البال أبدا. أوكي. ثلاث خدمات إلكترونية إذن الآن من 1/1 هي ستتوقف، يعني اللي بيكون لساته على النمط القديم ويروح على مكتب معين بده يعمل هاي الخدمة، خلص هاي الخدمة متوقفة. احكي لنا إذن عن هدول الثلاث خدمات أستاذي وعن تفاصيلهم. نعم صحيح، راح تكون متوقفة في مراكز الخدمة، وهنا احنا يعني الهدف منها انه نبث الرساله للمواطنين انه ما يتم مراجعه احد مراكز امانه عمان، انه بامكان المواطن من البيت عنده انه يستخدم الخدمه. طبعا زي ما انعرض بالفيديو التوضيحي في اكثر من خدمه وتم اطلاقها بامانه عمان، لكن التركيز احنا على الثلاث خدمات اللي هي رخصه المهن، لانه بدايه رخص المهن يتم تجديد اعتبارا من 1/1 أوكي. بيتم الموسم فيها أصلاً. بتعرف في الاستثمار والتجار واحد بيجدد رخص المهن طبعاً. لو كنا نحكي عن السنه الماضيه والسنه اللي قبلها كان يكون في ازمه كثير عليها وكون يعني حتى الناس الطوابير تصل لبرا المراكز. الآن لا خلاص بتقدمي خدمتك من البيت، عندك الخيار إما تيصل لك بالبريد، حتى إذا ما بدك تستلم الرخصة في خيار بالبريد الأردني ثاني يوم أو ثالث يوم بوصل لك إياه، أو من خلال نفس المنطقة أنه يمكن المواطن بيراجعها. والرسوم طبعا عبارة عن دينار و45 قرش، يعني مش رسوم زهيدة جدا على التوصيل. اثنين عندنا مخالفات السير وبضريبة الأبنية والأراضي. أنت بتعرفي موسم الأبنية والأراضي بيتم فتح الحسابات ب1/1 وفي خصم تشجيعي بداية السنة، فبيستفيد المحب المواطن يستفيد من الخصم التشجيعي طبعا، وبيكون الضغط عليها كبير بداية السنة. بالإضافة أنه هون بإمكان المواطن أنه يستعلم عن ضريبته ويتأكد من تحققه ودفعها الكترونيا بالتأكيد. ونزلنا خدمه جديده يعني موجوده على الموقع الالكتروني انه اي مواطن بيتم دفع اي وصل بامكانه يستعلم عليها الكترونيا. انت بتعرفي تدفع من البيت يعني وصل ما بتاخذي وصل، ما هاي الوصل بتعرف قديش المواطن الاردني يعني بحب الوصل، غلبنا بالبدايه هو فعلا غلبنا موضوع الوصل مهم، فصارت على صفحه المواطن بفوت رقم العقار اللي دفع عنه بيطلع له الوصل بامكانه، اذا بده يطبعه يحتفظ فيه بيطبعه، اذا ما بده يطبعه موجود على صفحته اتسدير يعني موجود اذا بيحب يراجع فيها. بالاضافه لمخالفات السير وهنا بحب اشكر دائره الترخيص لانه صار في ربط بيننا وبينهم على مخالفات السير، ان هلا بامكان المواطن اللي ما عليه مخالفات دغري بيضل راجع دائره الترخيص ما بيروح على كاونتر الامانه او كاونتر الهاي انه تيختم خلص تمام. معاملتك جاهزه روح رخص وخلص المرحله الاولى الكترونيه وبعدين بتروح على دائره الترخيص أكيد. وهذا بالتعاون كمان مع دائره الترخيص، وانت يعني حتى ببدايه حديثك حكيت عن هذه الخدمات الالكترونيه المشتركه الحكوميه يعني بمؤسسات حكوميه كامل. مختلفه. استاذ ابراهيم، يعول على الاعلام دائما تقريب كل الأفكار الجديدة للناس، يعني أنتوا بأي طريقة عم بتطمنوهم عم بتأكدوا لهم أنه هذه الطريقة أفضل لكم أجدى لكم بتخليكم توفروا وقتكم، وهل عم بتلاقوا يعني صدى استفسارات وأكثر الاستفسارات أو الأسئلة اللي عم تتعرضوا لها شو عم بتكون؟ نعم ستي، وحقيقة يعني أكيد بالنهاية رح يكون التحول الإلكتروني يعني لا مناص منه، يعني كل شيء بالدنيا كلها يعني كل الأمور عم تتحول وإحنا لازم نواكب هذا التحول العالمي لا شك. أكيد إحنا في تواصل مع المواطنين من خلال صفحات أمانة عمان الرسمية على الفيسبوك أو حتى تويتر، وبتم رصد جميع الملاحظات اللي بتيجي وإيصالها للمعنيين والرد على هاي الاستفسارات. ومن هون يمكن أنا بدعو برضو جميع الأخوة المواطنين إنهم يتواصلوا مع أمانة عمان خلال الوسائل المتنوعة سواء السوشيال ميديا أو حتى الموقع الإلكتروني أو إذاعة الأمانة هو عمان أو أي وسيلة أخرى، خاصة إنه يعني في أمانة عمان نمتلك العديد من وسائل التواصل الإعلامية. نعم مع المواطنين مكاتب الإرشاد، ولكن طالما إحنا بنحكي تحول إلكتروني أنا بفضل إنه يكون التواصل كله أيضاً إلكترونياً وتوفيرا للوقت. سائل سؤال بيفيدني أنا شخصيا يعني على موقع تواصل، يعني أنا بستفيد حتى من المواطنين أنفسهم اللي عم بيناقشوا موضوع التحول الإلكتروني نفسه. أكيد ستي، يعني إحنا التقينا العديد من الملاحظات، يعني يمكن في بعض المواطنين كانوا بيشدوا على إيد الأمانة وبيأيدوها في هذه الخطوات، وبعض الناس يمكن عندهم نوع من التخوف، وهذا السبب إنه إحنا عمالنا بنحاول نتواصل معهم ونوضح ونشرح. يمكن بعض الاستفسارات بتكون بسيطة بتم الإجابة عليها، بعضها أحيانا بيكون لابد من بعض الإجراءات اللي يتم اتخاذها، فكل الأمور بتم تسهيلها لخدمة المواطن. بنفس الوقت يعني بحب
أني أدعو المواطنين برضو أنه يتابعوا جميع الإعلانات اللي بتم نشرها من خلال وسائل الاتصال في أمانة عمان. يعني إحنا دائما أول بأول عم منتابع بالتفصيل. حتى الملاحظات هذه تؤخذ من وسائل الاتصال وتنقل إلى في جروب يضم جميع المسؤولين في أمانة فريق. عمان على الواتساب فريق عم بيشتغل على هذا الموضوع تحديدا. أكيد طبعا. أنا بدي أشكركم كثير وبدي أتمنى إن شاء الله إنه هذا يعني هذا التحول يكون للصالح العام، يعني لصالح الأمانة والمواطنين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ إبراهيم أستاذ سلطان على وجودكم معنا، صباحكم سعيد. ومباشرة إلى فاصل قصير ومن بعده نرجع لكم لنستكمل فقراتنا معكم لهذا الصباح.